واقفين وقفة احتجاجية ردا على سلوك أمين الشرطي أو الشرطة عموما تجاه الأطباء وضرب الأطباء وسحلهم داخل المستشفى المطرية. ووزير الصحة وزير الداخلية ما أخدش حقنا لغاية دلوقتي، فإحنا عايزين حقنا وحق الطبيب. رسالة إن احترام الطبيب، أنت زي ما أنت عايز إن في حاجة اسمها طبيب، في حاجة اسمها مفيش أسيادي البلد، مفيش حاجة اسمها ضابط، مفيش حاجة إن ضابط يبقى سيدي المجتمع كله، لا. الوقفة النهاردة دي من جزء من السلسلة التصعيدية تبعا لقرارات الجمعية العمومية اللي اتعملت يوم 12 فبراير ردا على احداث المطريه اللي للاسف تم التعامل معها باستهتار وب يعني باغفال دور القانون في معاقبه المخطئ. للاسف من اساء العقوبه، من امن العقوبه اساء الادب. احنا للاسف احنا دلوقتي بنشتغل في مكان ممكن يكون في حاجات في عندنا نقص في اماكن. انا دكتور حضانات، عندي نقص في اماكن حضانات. الاهالي بيجوا غضبانين مش لاقيين مكان لاطفالهم. طبعا اول واحد هيصب غضبه عليا لو انا استنجدت بالشرطه. الشرطه مدين ما بتجيش، ولو الاعتداء ولو الانفعال كان زايد ممكن حصل اعتداء. لو جت للاسف القضيه بدل ما تبقى اعتداء على موظف عموم او اعتداء على منشاه بتتكيف على انها خناقه، وطبعا محضر قصاد محضر. فطبعا لازم الواحد عشان ما يتحبسش مع المتهم، فطبعا بيضطر تحت الضغط ده يضطر التنازل. احنا واقفين النهارده عشان نجيب كرامه الطبيب. لما كرامه الطبيب ترجع اكيد كرامه المعلم نفس النظام ترجع نفس. ما ينفعش ان الدكتور يهان في مكان عمله ازاي يقدر يرفع راسه يخش يكون صوره ادميه. ما ينفعش ان كل شويه اعتداءات من بعض المرضى، اعتداءات من ابناء الشرطه، اعتداءات من بعض الناس البلطجيه اللي كل شويه يخشوا يضربونا ويخشوا ان هم يحاولوا يوقفوا العمليه. ما ينفعش ابدا. ازاي الدكتور يعرف يشتغل في الجو والمناخ ده؟ لازم يكون في قانون من مجلس الشعب ومن الدوله ازاي ان احنا نجيب حق الطبيب، ازاي يبقى الطبيب يشتغل في ظروف امنه اكتر من كده. ما ينفعش ابدا الظروف اللي احنا بنشتغل فيها خالص. الاعلانات اللي بتتوجه للاطباء وعدم اتخاذ اي موقف رادع لاي حد مخطئ في حقنا. طالب ان المخطئ يتحاسب وعدم التعرض لينا باي اهانه خالص اثناء تاديه عملنا. في جمعيه عموميه تتعمل في مجلس النقابه، كلنا هنحضرها وهنشوف الخطوات اللي هنتفق عليها.